واغلب الظن لديهم ان الاستماره دي ممكن توصل لايدي الامن قبل ما توصل لايدين اداره الحمله، رغم ان احنا يعني عملنا كل ما يمكن لتامين هذا الجانب. واغلبيه المصريين كما فهمناها وكما رايناها في الشارع او على وسائل التواصل الاجتماعي، وايضا فيما يبدو كما فهمتها السلطه، ولذلك قررت انها تمنع ترشحنا ده من حيث المنبع. ولما بقول هذا الكلام فده لانه بالتاكيد لما خدنا القرار ده وحددنا انه الطريق الوحيد للترشح هو طريق التوكيلات الشعبيه، كان عندنا تقدير واضح بان احنا هنواجه بتجاوزات وانتهاكات بعضها يصل الى حد الجرائم الواضحه مكتمله الاركان، لكن المختلف كان هل سوف يصل الامر الى حد المنع. التقدير الغالب كان بيقول انه نظرا لغرور السلطه ونظرتها لنفسها بانها يعني تتحلى بثقه اغلبيه الناس وتأييدهم، فهي هتكون من الشجاعه او في الحد الادنى من شرف الخصومه بمكان انها ما تمنعش منافس تدعي ليلا ونهارا من خلال اذواقها الاعلاميه ومسؤوليها. فبعد كل ده رصدنا توكيلين، رصدنا في يومين عمل توكيلين. طبعا الا اذا يعني فوجئنا بان احنا معمول لنا صرفيه زي اللي ممكن تتعمل لغيرنا، احنا اللي عندنا هو توكيلين. نجح اثنين من ابطالنا الجاسورين في ان هم يعملوهم في ظل عمليه يعني تصلح انها تكون روايه بوليسيه او فيلم من افلام المغامرات. بنمثل الناس دي، احنا بنخفيهم وبنقول انهم مقبوض عليهم. الناس دي اللي بتدفع عام البلد ضريبه ما كانش صح ان حد يدفعها الا في ظل هذه السلطه الاسوء على كل المستويات في اخر 200 سنه، واللي البيان الدقيق ليهم صباح اليوم كان 73، لانه اخر رقم احنا كنا اعلناه كان 36. كل ليله بنبات واحنا عندنا عدد غير معلوم محتجزين في مقر الامن الوطني، وبنستنى صباحا نشوف مين منهم روح ومين منهم لسه قاعد عندهم وينتظر الاحاله بنفس التهم المعلبه بنيابه امن الدوله علشان يحصل اللي سبقوك في مسيره ممتده طوال هذه العشريه السوداء. لان ورا الستاره مش هيبقى فيه فايده من جمع الوثائق ولا حشد الناس المغلوبه على امرها، هيبقوا قدام تحدي كده عامل زي نقابه الصحفيين ونقابه المهندسين، ما احنا جبناهم لكم اهو، بس هنعمل ايه بقى ورا الستاره؟ فلان الناس دي فاهمه كويس اكتر من اي حد معنى اللي طلبناه طول الوقت ان احنا مش عايزين غير الستاره والصندوق، فقرروا ان هم ما يوصلوناش الستاره والصندوق. الرئيس الحالي عندما يتحول الى منافس في الانتخابات فهو بالنسبه لي منافس لقطه. ومعاه كل الدعم اللي معاه ده؟ اه. وهو معاه كل الدعم اللي معاه ده؟ انا عايز بس اوصل معاه للستاره وللصندوق.